بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي ان انا هاخد يعني دقيقتين ثلاثه من وقتكم، وهوجه التحيه لكم جميعا، بس هوجه التحيه لقائد انا خدمت معاه يمكن كتير من المصريين ما يعرفوش، وكتير من الجيش يمكن ما يعرفش، ده اللواء سمير فرج، كان قائد كتيبتي. واسمح لي يا فندم ان انا اتكلم، يعني عمره ما ذكر ده في اي لقاء تلفزيوني او كده، وده امر انا مش هقول هقدره ان انا رفضه، لا، هقدره من رجل يعني هتكلم على ان احنا دايما بنقول في الجيش الوحدة قائد. لو القائد اللي جاي يدير الوحدة قائد عظيم، الوحدة بتبقى عظيم، والعكس صحيح. فكنت أنا في الوقت ده ملازم أول يعني، وقالوا إن المقدم سمير فرج جاي من كلية القادة والأركان، وده المقدم، اسمح لي إن أنا أتكلم بالطريقة ديت، جاي عشان يمسك الكتيبة هنا. وكان في الوقت ده السمعة الطيبة والقدرة العلمية معروفة جدا جدا، وكان ساعتها طبعا كان راجع من كلية القادة والأركان في بريطانيا. وأنا لما رحت بريطانيا نفس الدورة ديت، كانت أكتر حاجة مشهورة بها الكلية هي المناظرة اللي تمت ما بين الدكتور أو اللي هو دكتور سمير فرج وبين الرئيس شارون بعد حرب 73. فأنا دي السمعة اللي كانت جاية للمقدم سمير. طب أنا اتعلمت إيه منه؟ أنا اتعلمت منه حل المشاكل. في كل واحدة بيبقى فيها مشاكل، ففوجئت. أولا هو خدني ضابط استطلاع وأمن الكتيبة بعد ما وصل يمكن بأسبوع ولا 10 أيام، وفوجئت إن كل المشاكل اللي موجودة في الكتيبة وفي كتائب أخرى في الجيش في الوقت دوت، هو ليه طريقة في إيجاد حلول لها. فتعلمت إن مفيش مشكلة ملاش حل، بهدوء ويسر وفكر. فتعلمت منه ده. وبعدين كان لي حظ ان انا خدمت مع سيادته برضو، هو رئيس اركان الفرقة 33 وقائد الفرقة 33. فانا بوجه لك كل التحية يا فندم، وكل التقدير يا فندم، والاحترام يا فندم. ما كانش ممكن ان انا اعدي، ما جاتش فرصة قبل كده ان انا اشوف سيادتك في مناسبة زي دي عشان اذكر ده. ففضل يا فندم. تسمح لي يا فندم اقول حاجة؟ اتفضل يا فندم. انا عمري ما ذكرت هذا الموضوع في حياتي، حتى لا يقال ان بتبلغ، وانا مش هتكلم بعد ما اخرج النهاردة عن هذا الموضوع تاني. انا عارف ان كل وسائل الاعلام هتكلمني وانا مش هتكلم تاني فيه، لكن اسمح لي اكلم النهارده المره الاولى والاخيره. اما رحت الكتيبه كنت الملازم اول عبد الفتاح سعيد السيسي ضابط اطلاع الكتيبه، قعدنا سنه ونص مع بعض. يوم ما سبت الكتيبه انا كتبت التقرير السري. القوات المسلحه مش زي المدنيين، المدنيين بتكتب للناس كلها امتياز، القوات المسلحه سيادتك عارف عندنا لا، كتيبه 34 اربعه بياخدوا تقدير. النهارده عشان حضرتك موجود. طب ليه؟ سيادتك عارف لما كنا بندي التقارير دي امتياز كان لازم ورا التقرير الاسباب اللي كتبنا ليها الامتياز. افكر حضرتك. احنا كنا في مواقع دفاعيه في سيناء. كنا طول النهار بنطلع بالعربيه الجيب انا وحضرتك وبنلف على الكتيبه ونمر. وفي يوم حصل عاصفه رمليه بالليل.
حضرتك ما اعرفش فاكر ولا لا، العواصف الرمليه في سيناء الواحد يفرد صوابعه ما بيشوفش ايديه من الرمل. الطريق اتردم واحنا كنا على الطريق الاوسط اللي طالع من الكوبري المعديه نمره 6 عشان نفتح الطريق. الكتيبه كان فيها موانع الغام، مواقع دفاعيه. فانا قلت النهار له عينين، فلازم اول عبد الفتاح السيسي قال المدنيين هيعدوا الصبح ولازم الطريق يبقى مفتوح. انا حافظ الطريق يا فندم، قلت له الالغام والمعدات دي لو اتدمرت هنبقى مش تمام. قال لي انا قادر. وبعدين انا دخلت الملجا ونزل الملازم اول عبد الفتاح السيسي يفتح الطريق. هنا بقى الحاجه اللي بنقول عليها انه ضابط صاحب قرار. الكتيبه لازم تفطر، كلم الشؤون الاداريه جهزوا الفطار. الفطار ايه؟ قالوا له فول وجبنه بيضه وشاي. قال لهم لا، نعمل عدس لان الدنيا ساقعه والعساكر عايزه تاخد حاجات دافيه. الجبنه البيضه زمان كان في صفايح وبنفتح الصفيحه بالسنكي ونطلع في كل نقطه كذا قالب. قال لهم لا، اعملوا جبنه النستو لانها اسهل في التوزيع. عربيه الميه تطلع. الاجازان كانت موجوده في قياده الكتيبه واحنا مواقع ما لهمش مكان. قال لهم هاتوا عربيه الاجازات. طلع الساعه 6 انا قمت لابست التريننج وبسال فرد الخدمه فين الضابط عبد الفتاح؟ قالوا لي يا فندم داخل. جاء الملازم اول عبد الفتاح سعيد السيسي وقال لي تمام يا فندم انا فتحت الطريق، عساكر الكتيبه فطرت، عساكر الكتيبه راحت الميه، الاجازات دخلوا مواقعهم واخدت الاجازات وهم نازلين عشان ينزلوا اجازاتهم. الكلام ده ضابط ملازم اول يتخذ القرار ده يبقى ضابط صاحب قرار. وعشان كده لما كتبت التقرير ده لحضرتك والتقرير الخاص كتبت ضابط له مستقبل وصاحب قرار. الكلام ده من 40 سنة، ما كنتش عارف ان في يوم من الايام سيادتك هتبقى رئيس الجمهورية. المنظر ده يا فندم انا شفته يوم ما قررت تخلص مصر من الاخوان واستخذت القرار بتخليص مصر من الاخوان. سيادة الرئيس انا كنت مع وربنا شاهد انا خلاص سني كبر وهنقابل رب كريم، وانا لا انافق، انا بقول كلمة حق هقابل بيها ربنا وهيحاسبني اذا كنت كذبت بكلمة واحدة. احنا كنا مع بعض في المجلس العسكري، سيادتك كنت احدث ضابط في المجلس العسكري. يوم ما اتخذت قرار بالتخلص من الاخوان هذا القرار هيكتب لك بعد 100 سنة لما يتقال مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي انه خلص مصر من الاخوان. كل اللي بتعمله كوم وانك خلصتنا من الاخوان. وذلك يوم 30 يونيو لما وقفت واتخذت القرار افتكرت من 40 سنة الملازم اول عبد الفتاح السيسي اللي اتخذ القرار يومها في الكتيبة وهو عنده 22 سنة عملها وهو وزير دفاع. عشان كده انا بفتخر في يوم من الايام ان انا كنت مع حضرتك في الكتيبة. لا يا فندم، انا اللي كنت مع حضرتك وبفتخر انا اللي إن كنت أنا مع حضرتك مش انا. لا لا، انا اللي كنت مع حضرتك. لا، انا اللي كنت مع حضرتك وبفتخر ان انا كتبت هذا التقرير لحضرتك من 40 سنة. ما كنتش لا عايز اتملق ولا انافق ولكن دي كلمة حق. اللي بنقوله لحضرتك ربنا يوفقك وربنا يكرمك. اللي بتعمله النهاردة حلم كنا بنحلم بيه زمان. انا اسف هطول على حضرتك بالكلام معلش. في يوم من الايام انا كنت راجع من بعثتي من انجلترا ودخلت فرنسا وطالع من الطريق بتاع باريس وشفت الطريق 6 حارات. قلت يا رب هيبقى عندنا في يوم طريق زي ده، وحصل. وحضرتك عملت كل الطرق وكل العظمة اللي بتتم في مصر. عشان كده دايما بقول ربنا بيكرم مصر بالناس بتوعها. عبد الناصر كان قائد عظيم، السادات كان قائد عظيم، مبارك كان راجل عظيم، ايا كانت ما له وما عليه، وسيادتك راجل عظيم واللي بتعمله لمصر
هيعود لك إن شاء الله. لك إحنا سعداء بيك بكل هذا التطوير، وإيدينا في إيديك، وإن شاء الله هنكمل المشوار. شكرا يا فندم. وعمري يا فندم ما عمر العلم ما هتترفع عن الحاجب، عمر العلم ما هتترفع عن الحاجب. بشكر الدكتور.